سايبر سيكيورتي بارك. أهم وحدث الأخبار والمسجدات في عالم الأمن السيبراني في نشرة أسبوعية تأتيكم برعاية سايبر سيكيورتي بارك. تجاوز المخترقون ثغرة مايكروسوفت أوفيس المصححة مؤخرا لنشر البرنامج الضار فورمبوك. يسمح هذا الاستغلال للمخترقين بتنفيذ العديد من التعليمات والأوامر البرمجية عن بعد. تستمر مجموعات برامج الفيديا في تطوير تكتيكاتها وتقنياتها لنشر البرامج الضارة لتشفير الملفات على الأنظمة المخترقة، على الرغم من الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون ضد عصابات الجرائم الإلكترونية لمنعها من إداء المزيد من الشركات. وأربعة ثغرات أمنية في مايكروسوفت تيمز لم يتم إصلاحها منذ مارس سمحت بانتحال الروابط لعناوين URL وفتحت الباب أمام هجمات دوز ضد مستخدمي أندرويد. سايبر سيكيورتي بارك نشرة أسبوعية من عمان داتا بارك.